السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في النشرة الاقتصادية من تلفزيون البحرين، معكم أحمد البلوشي، والبداية دائما مع العناوين. حلقة نقاشية لهيئة السياحة تؤكد أهمية السياحة المستدامة ودورها الفاعل كأداة للتنمية. بورصة البحرين تدرج شركة الخليج المتحد القابضة بعد استحواذها على أسهم بنك الخليج المتحد. وزارة المالية السعودية تعلن إتمام تسعير الطرح الثاني لسندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار. والكويت تتوقع إبرام صفقات نفط جديدة مع مشترين صينيين وسط طلب قوي على صادراتها في آسيا. أهلا بكم من جديد، نبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض حلقة نقاشية بعنوان السياحة المستدامة أداة للتنمية، وذلك في سياق الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي يصادف 27 من سبتمبر من كل عام، ويركز الاحتفال بيوم السياحة العالمي في عام 2017 على كيفية إسهام السياحة المستدامة في التنمية، حيث أكد المشاركون في الحلقة النقاشية على أن السياحة المستدامة تعتبر من أفضل الوسائل الإيجابية في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة، إضافة إلى القضاء على الفقر في البلدان النامية. كما أكد المشاركون على أن السياحة المستدامة تتطلب رؤية تشاركية ومشاركة فعلية لكل الأطراف المتداخلة من أجل تحقيق أهدافها ضمن إطار التنمية المستدامة. شرف اليوم أن نكون هنا مع هيئة السياحة، وصراحة شغلهم واضح في السنين السابقة في تطور السياحة المستدامة في البحرين، وشرف لي أن نكون معهم اليوم نتكلم عن الجهات المختلفة. استدامة السياحة شيء أساسي ورئيسي، ومحتاج دائما أنك تواكب التطورات اللي تصير في المنطقة بالذات في الدول المجاورة، ولازم تكون أنت سباق قبل ما يعني القطار يفوت مثل ما يقولون. وإحنا إن شاء الله حسب ما ناويين نقدم إحنا في مملكة البحرين موفرين شيء يكون ممتاز. تكون عندنا حملات في كذا بلدة، نحاول نكون نغطي الشرق الأوسط في مشاركاتنا وفي تواجدنا، وفي هاي المنطلق نقدر نعرف البلدان عن اللي موجود عندنا في البحرين أولا وبعدين كمشاريع. في خبر آخر، أعلنت بورصة البحرين عن إدراج شركة الخليج المتحد القابضة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مصرف البحرين المركزي على عملية إعادة التنظيم الشاملة، يتم بموجبها استحواذ شركة الخليج المتحد القابضة على 100% من أسهم بنك الخليج المتحد المدرجة في بورصة البحرين، وسوف يتم تداول أسهم الشركة برمز UGH في نظام التداول ضمن القطاع الاستثماري، ويبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع لشركة الخليج المتحد القابضة نحو 206 ملايين دولار أمريكي، فيما بلغت الأسهم الصادرة والمدفوعة نحو 413 مليون سهم بقيمة اسمية تعادل نصف دولار أمريكي، على أن يتم تداولها بالدينار البحريني. والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع أداء البورصة الخليجية في ختام تداولات هذا الأسبوع، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع يقارب 0.1 نقطة مئوية عند مستوى 7283 نقطة، مدعوما بنشاط أسهم المواد الأساسية وأيضا الاتصالات، فيما سجلت بورصة الكويت تراجعا بنسبة تزيد عن 0.1 نقطة مئوية عند مستوى 6679 نقطة، متأثرا بضعف تعاملات الأسهم في قطاع الرعاية الصحية.
في حين سوق أبو ظبي للأوراق المالية أغلقت على تراجع أيضا بنسبة تزيد عن 20 نقطة مئوية عند مستوى 4397 نقطة، وجاء على رأس الانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية. في حين سجل سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة تقل عن 10 نقطة مئوية عند مستوى 3563 نقطة، ويعود سبب الصعود لارتفاع مؤشر قطاعي النقل وأيضا الخدمات. في حين سجلت سوق مسقط الأوراق المالية تراجعا بنسبة طفيفة جدا وأغلقت عند مستوى 5137 نقطة بسبب تراجع مؤشر الخدمات. بالنسبة لأداء بورصتنا المحلية مشاهدينا، فقد أغلقت على تراجع طفيف 0.02% عند مستوى 1283 نقطة، متأثرا بتراجع قطاعي الاستثمار وأيضا الصناعة. وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين 1,890,000 سهم بقيمة قدرها 1,500,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 71 صفقة. وقد ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الاستثمار، والذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1,250,000 دينار، أي ما نسبته 83% للقيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. في خبر آخر، أعلنت وزارة المالية السعودية عن إتمام تسعير الطرح الثاني لسندات دولية في 3 شرائح وبقيمة 12.5 مليار دولار. وقالت الوزارة أن الطرح اجتذب طلبات اكتتاب بلغت قيمتها 40 مليار دولار. وأضافت في بيان أن الإصدار مقسم إلى 3 شرائح، الأولى بقيمة 3 مليارات دولار يحين موعد استحقاقها في مارس 2023، في حين تبلغ الشريحة الثانية 5 مليارات دولار تستحق في مارس 2028، بينما الشريحة الثالثة بقيمة 4.5 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في أكتوبر عام 2047. وقالت الوزارة إن الطرح شهد إقبالا كبيرا للمستثمرين الدوليين والمحليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 40 مليار دولار أمريكي. في الكويت، قال مسؤول في قطاع النفط إن الكويت تتوقع إبرام صفقات جديدة لتزويد مشترين صينيين بالخام وسط طلب قوي على صادراتها في آسيا. وقال وليد البدر نائب العضو المنتدب للتسويق بمؤسسة البترول الكويتية إن بلاده تعتزم أيضا تصدير صنف جديد من الخام الخفيف بحلول شهر يناير، وإنفاق 120 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة للتوسع في أنشطة المنبع والمصب. وأضاف البدر بأن هناك هوامش تكرير صحية للغاية، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى تخفيضات أوبك في الأشهر الأخيرة لكبح معروض الخام العالمي. أعلنت الإمارات إطلاق أول 5 مشاريع تحت مظلة صندوق الشراكة مع دول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، والبالغة قيمته 50 مليون دولار. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في الحد من تكاليف الطاقة بشكل ملحوظ في منطقة الكاريبي، فضلا عن تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مثل إعصار إيرما. ويشكل الصندوق الذي تم إطلاقه في يناير عام 2017 ثمرة شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، والتي تقود هذه المبادرة، وصندوق أبو ظبي للتنمية وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل. النشرة مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: فرنسا تخطط لاستثمار 20 مليار يورو للانتقال إلى طاقة نظيفة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خطة إصلاح ضريبي يناقشها المشرعون ستتضمن تخفيضات ضريبية هائلة للطبقة المتوسطة لمحاولة جعل النظام الضريبي بسيطا وعادلا. وأبلغ ترامب الذي كان يحضر اجتماعا مع أعضاء لجنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب الصحفيين إنه يتطلع إلى العمل مع أعضاء الكونغرس لإقرار الإصلاحات والتخفيضات الضريبية الهائلة التي تشتد حاجة البلاد إليها من أجل الازدهار والنمو والرخاء. فرضت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا غرامات بقيمة 342 مليار دولار على البنوك منذ عام 2009 بسبب مخالفات من بينها انتهاكات قواعد مكافحة غسل الأموال. ووفقا لتقرير كوين أن أسوشيتس، فإنه من المرجح أن تتجاوز الغرامات 400 مليار دولار بحلول عام 2020. وذكرت تقديرات الشركات العاملة في خدمة الاستشارات المالية والتي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها
فإن سوء السلوك تسبب في خسائر في الأرباح بقيمة 850 مليار دولار في أكبر 50 بنكا دوليا منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 عبر شطب أصول وخسائر في التداول وغرامات وارتفاع تكاليف الامتثال. هذا وتنفق البنوك العالمية الكبرى حاليا ما يتراوح بين 900 مليون و 101.3 مليار دولار سنويا لمكافحة الجريمة المالية. والآن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أخيرا، تخطط الحكومة الفرنسية استثمار 20 مليار يورو في خطة للانتقال إلى طاقة نظيفة بما في ذلك 9 مليارات يورو لتحسين كفاءة الطاقة و7 مليارات للطاقة المتجددة و4 مليارات لتسريع التحول إلى مركبات أقل تلويثا للبيئة. وتعد الاستثمارات المرتبطة بالبيئة جزءا من خطة استثمارية بقيمة 57 مليار يورو ستنفذ في الفترة من 2018 إلى 2022. وقالت الحكومة في بيان إن المباني مسؤولة عن 20% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ولهذا فإن الحكومة تخطط لبرنامج للعزل الحراري بقيمة 9 مليارات يورو سيركز على مساكن محدودي الدخل والمباني الحكومية. وبهذا الخبر نأتي إلى ختام جولتنا الاقتصادية ونذكر بأبرز العناوين. حلقة نقاشية لهيئة السياحة تؤكد أهمية السياحة المستدامة ودورها الفاعل كأداة للتنمية. بورصة البحرين تدرج شركة الخليج المتحد القابضة بعد استحواذها على أسهم بنك الخليج المتحد. وزارة المالية السعودية تعلن إتمام تسعير الطرح الثاني لسندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار. والكويت تتوقع إبرام صفقات نفط جديدة مع مشترين صينيين وسط طلب قوي على صادراتها في آسيا. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية، قدمنا لكم من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نرحب بتواصلكم معنا عبر بريدنا الإلكتروني izednews@info.gov.bh. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.